واش فراسكم ان كاين في المغرب ناس ما كيطبقش عليهم القانون قانونيا ما كيطبقش عليه القانون؟ هادشي اللي نقول في هاد لا فيديو صادم الاخوه، وكنتحداكم 99% منكم ما عارفينوش وما عارفينش هاد لي ديتاي اللي غنعطيكم. كلكم اللي كتشوفوا هاد لا فيديو فايت ليكم في الزنقه تساطحتوا مع واحد النوع ديال السيارات، عندهم واحد النوع ديال البلايك صفرين وفيهم سي دي ولا هاء دال. إلا قلت لكم هاد الناس يقدروا يرتكبوا جرائم وما يتشتوش قانونيا، إلا قلت لكم هاد الناس ما كيخلصوش ضرائب قانونيا، وإلا قلت لكم هاد الناس ما كيتقلبوش قانونيا، اش غتقولوا لي؟ غتكونوا كاملين في الزرقاء شي نهار شفتوا واحد النوع ديال السيارات فيهم واحد النوع معين ديال البلاكات صفرين مكتوبه فيهم سي دي او لها دال، كور ديبلوماتيك او للهيئه الدبلوماسيه او للسي سي كور كونسولير. والاغلبيه ديال الوقت هاد البلايك كيكونوا راكبين في شي سيارات تسطيح، فيراري، لامبورغيني، مرسيدس سي ال 63 ام جي. خيال العلمي الاخوان السيارات. خاصكم تعرفوا ان هاد الناس ماشي ناس عاديين، عندهم قوانين وحقوق ديالهم، عندهم باسبور ديالهم، عندهم فيزا ديالهم، وما كيتوقفوا ما كيتقلبوا ما تلعبوا. واش فراسكم ان القنصليات والسفارات هما عباره عن دوله وسط دوله؟ شكون هما هاد الناس اللي كيديروا ما بغاو بلا ما يخلصوا لا ضرائب لا والو؟ كيفاش ختام هادشي؟ شكون اللي مقنن ومأطر هادشي؟ اشنو الفرق بين قنصلية وسفارة؟ شحال كيتخلصوا هاد الناس؟ اشنا هما اخطر الهفوات اللي فايتين طايحين فيهم هاد الناس؟ اليوم الاخوان غنشرح لكم وغنكشف لكم على الخبايا ديال العالم الدبلوماسي. في الاخر ديال لا فيديو الله يجازيكم بخير، بغيتكم ديروا جيم لهاد الفيديو، بارطاجيوها وتابوناو. السبونسور ديال هاد الحلقه واحد البراند ديال القهوه جايه غادي دير ثوره في العالم ديال القهوه ديال المغرب، وغتشوفوها في جميع انحاء المملكه المغربيه باذن الله، اللي هي قهوتك يور كوفي. كاين واحد اللينك لتحت، دخلوا تابوناو الاخوان ودعموا ديك لاباج، الله يجازيكم بخير. على بركه الله، انا عزيز نوفل وهادي قناه المقهوه. السفارات الاخوان هي نتيجه ديال العلاقات الدبلوماسيه بين جوج دول. فاش كيكونوا العلاقات الدبلوماسيه مزيانين كيحلوا السفارات ديالهم عند بعضياتهم، والعكس صحيح. فاش ما كيكونوش العلاقات وكتكون قاطعه كيوقفوا السفارات، داكشي اللي طاري للمغرب مع الجزائر، وداكشي اللي طاري الامريكان مع ايران، وداكشي اللي طاري الامريكان مع كوريا الشماليه. وهاد السفارات والقنصليات الحجم ديالهم كيتغير وكيتبدل، كيقدروا يكونوا غير صغيورين عباره عن بيرو، بحال القنصليه البريطانيه اللي كاينه في منغوليا، غير بيرو صغير ورا الاخوه. وكيف ما يقدروا يكونوا كبار وشادين مساحه شاسعه، بحال السفاره الامريكيه في بغداد اللي قدها قد دوله الفاتيكان الاخوان، وفاش كانت الحرب في العراق كانوا خدامين تما اكثر من 16000 واحد وسط السفاره. عندهم سينما، عندهم بيسين، عندهم سالت سبور، عندهم تيران ديال تينيس، عندهم لي زابارتومون، عايشين وسط السفاره الاخوان. والدوله ما حتى كتكون قويه وعندها علاقات دبلوماسيه قويه وعندها دبلوماسيه تامة، ما حد العدد ديال السفارات والقنصليه ديالها كيكونوا كثار في العالم. قبل ما ندخلوا في الديتاي خاصكم تعرفوا الفرق بين السفاره والقنصليه. السفاره الاخوان كيكون فيها سفير وهو اللي كيسير الامور السياسيه ديال ديك الدوله اللي معيناه في الدوله اللي مستضافه. والقنصليه الاخوان كيكون فيها قنصل، وغالبا كتكون مديوره للجاليه ديال ديك البلاد، بحال فاش كنضرب الزلزال في تركيا الاخوان الجاليه المغربيه مشات للقنصليه ديال المغرب في اسطنبول. فاش كتنوض الحرب في اوكرانيا دوك الجاليات ديال دوك الدول كيمشيو للقنصليات ديالهم. الا طاح لك باسبور، الا تلف لك باسبور، الا تقطع بك الحبل في شي بلاصه، الا عندك شي مشكل في شي بلاصه، الا بغيتي تليغاليزي شي ورقه وانت ماشي في المغرب كتمشي للقنصليه. وفي بزاف د الخطرات في وسط السفاره كتكون قنصليه. المغرب الاخوان عنده 97 سفاره في العالم و 133 قنصليه، وفي الرباط عندنا 112 سفاره ديال عباد الله و 173 قنصليه في المغرب. وهنا الاخوان خاصكم تفهموا القانون دولي باش تعرفوا بان هاد الناس اللي خدامين في هاد لي بوست ماشي كسائر المواطنين الاخرين، لا الاخوان. كاع الدول اللي في العالم سينا والاخوان واحد المعاهده من غير ثلاثه ديال الدول، اللي منهم جنوب السودان، اللي منهم الطلاو، واللي منهم جزر سالومون، سالومون ايلاند. كلشي سينا على معاهده فيينا في 1969، وهي اللي كتاثر
كتوتر وكتقلل العلاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، وهي اللي كتقول السفارات والقنصليات كيفاش يخدموا. ومن أهم القوانين ديال هاد المعاهدة القانون ديال الارتيكل 22، وجدوا معايا راسكم مزيان الإخوان، هاد القانون غيستمكم. ما عندكش الحق تدخل شي سفارة إلا يلعرض عليك السفير أو لعرضات عليك ديك دولة مولد ديك السفارة. أيها الإخوة، وخا كاينة في بلاد ما عندش الحق العسكري يدخلوا، ما عندش الحق البوليس يدخلوا، ما عندش الحق الجدارمية، رجال المطافي، المخابرات، حتى واحد ما عنده الحق يدخل لديك البلاصة، هذيك بلاد وسط البلاد. أيه، وماشي البناية بحد ذاتها اللي هي بلاد، لا، هادوك الدبلوماسيين اللي وسط ديك البناية الإخوة. هذيك القصة اللي كانت طرات لجمال خاشونجي فاش دخل ديك القنصلية في إسطنبول، وطرا اللي طرا ما كان عند الحق حتى شي واحد يدخل وسط القنصلية ديال السعودية. جوليان أسانج هذا واحد الشخص كان عطاه واحد المعلومات سرية وكانوا كيقلبوا عليه وباغيين يشدوه في لندن، ودخل السفارة الإكوادورية اللي في لندن وبقى جالس فيها. الإخوان وجدوا معايا وديناتكم مزيان، سبع سنين هو وسط السفارة، ما قدروش يدخلوا عنده البوليس وكيتسناو فيه يخرج، واخا هو ريشيرشي وخصو يتشد. تدازت سبع سنين والحكومة الإكوادورية عطات الإذن للبوليس ديال بريطانيا يدخلوا يشدوا عاد تشد. وفي هاد معاهدة فيينا كاينين واحد القوانين أخرين الإخوان اللي معطيين للدبلوماسيين، بحال الإعفاء الضريبي، ما كيخلصوش الضريبة ناضة، عندهم حرية تنقل تامة في ديك البلاد اللي خدامين فيها وقت ما بغاو فين ما بغاو، ماشي إلا جا الكوفيد تقول لي عطيني الرخصة باش تخرج، لا، ما عندكش الحق توقف. وواحد الحاجة أخرى اللي غادا تسطيكم الإخوان، عندهم الحق في واحد الحاجة سميتها لي باجاج ديبلوماتيك، الأمتعة الدبلوماسية. أيها الإخوان، عنده الحق يكون هز واحد الباجاج ويقول لك هاد الباجاج ديبلوماسي، ما تقلبونيش في المطار، ما تحجزوش، ما تشوفوش، ما تقلبوش، ما عندكمش الحق. أيها الإخوان، عندهم الحق يدوزوا اللي بغاو بلا ما يتقلب. نزيد نصدمكم الإخوان ولا براك؟ نزيد، ما عندكش الحق تشدهم. أيها الإخوان، وخير تكبوا جرائم، ما عندكش الحق تشدهم. عندهم واحد الحاجة اللي كتسمى الحصانة الدبلوماسية، هي داخلة في معاهدة فيينا. هاد الحصانة الدبلوماسية مصطلح قانوني للامتياز الذي يمنح إلى بعض الناس الذين يعيشون في بلاد أجنبية، وهو يسمح لهم أن يظلوا خاضعين لسلطة قوانين في بلادهم. فالسفراء أو الوزراء والوكلاء الدبلوماسيون الآخرون يمنحون هذا الامتياز، ومثل هؤلاء الوكلاء لا يمكن القبض عليهم لمخالفة قوانين البلاد التي يرسلون إليها. ما عندكش حق تشدوا الإخوان من الآخر. وهذا الشيء علاش بالضبط هذا الباسبور الدبلوماسي وهذا الحصانة الدبلوماسية ما خصهاش تعطى لأي واحد الإخوان، خصهم يعرفوا شكون ولادو، شنو الماضي ديالو، وخصو يكون معروف. ولا كيطراو تفاوتات وكيطراو هفوات، وهذا الشيء كيقدر يؤدي الكوارث والقطيعة بين دول. في أفريل عام 1984 في طرابلس في ليبيا، جوج ديال الطلاب داروا إضراب على الطعام باش يطيحوا النظام ديال القذافي، وهذا الشيء كبر وناضوا تظاهرات قدام السفارة ديال ليبيا في لندن، والقذافي عطى أوردر لواحد من دوك ديال السفارة خرج بمطرايات وبدا كيتيري في هذوك المتظاهرين، قتل 11 ومن دوك 11 قتل البوليسية الإخوان. تخيلوا معايا، من مور بعد دقائق جاو البوليس طوقوا ديك لازون اللي فيها السفارة، ما قدروش يدخلوا، بقاو واقفين الإخوان كيتسناو الإذن. مورا 7 أيام الحكومة البريطانية قطعت العلاقات ديالها مع ليبيا وقالت لدوك الدبلوماسيين كاملين هزوا قلوعهم ورجعوا لليبيا، ما تشدوش الإخوان. وإلى يومنا هذا باقي القطيعة بين ليبيا وبريطانيا، وفاتحين تحقيق باش يشوفوا هادشي شنو كان طرا بالضبط. السفير الإخوان كيكون عنده جوج أنواع ديال الخدمة، الخدمة الأوفيسيال والمعلن عنها، كيقدر يمشي يتلاقى بالحكام ديال ديك الدولة بالرؤساء بالوزراء، والغير معلن عنها كيديروا دي سواري، كيديروا اللوبينغ، كيسبونسوريزيو دي كونسير باش يعرفوا الثقافة ديال بلادهم، كيديروا مزيان مع ديك البلاد لصالح بلادهم من الآخر. وفاش أي دولة كتكعى وكتبغي تقطع العلاقات كتقول السفير رجع عندي. كيقولوا أن لي سالير ديال هاد الدبلوماسيين في فرنسا كتراوح بين 1500 حتى 6500 أورو، وكيقولوا بأن المغاربة تقريبا بحالهم على حسب البوست وعلى حسب الأقدمية ديالهم. أش كيبان لكم الإخوان في هاد الناس؟ الناس ديال الرباط غيكونوا كيشوفوهم بزاف وبشكل يومي، وكيتلاقاو بهاد البلاكات بزاف، حتى الناس في كازا كيبانوا لهم. ردوا البال المرة الجاية فاش تشوفوهم الإخوان، وشوفوا السيارات اللي كيسوقوا كيديرين. في نظركم علاش كاينين هاد القوانين كاملين في صالح الدبلوماسيين؟ واش نتوما كتتافقوا أو لا مع هاد القوانين؟